أسأل الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من أحب سورة الإخلاص منا يحبه الله عز وجل؟ إن شاء الله، كما في الحديث أخبروه أن الله يحبه، لما بين أنه يحبها قال أخبروه أن الله يحبه. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أحب الله وأحب صفاته وأحب أولياءه أحبه الله عز وجل، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله للعبد لها أسباب. نعم.